سائلة تقول: رزقني الله تعالى 7 ذكور، الله يبارك، وزوجي عند كل حمل يهددني ويتوعدني بالطلاق إن أنا ولدت ذكرا. ها والله دوختينا يا أختي، لأول مرة نسمعوا بهذه المسألة. احنا كنا نسمعوا راجل يتوعد مرته إذا جابت له طفلة، راجلك هذا بالعكس، ويهددني ويتوعدني بالطلاق إن أنا ولدت ذكرا ويريدها بنتا، لأنه عاهد أمه أن يسمي بنتا عليها. الله يبارك، الله يبارك، راك عاهدت يمك باللي إذا أعطاك ربي طفلة تسميها على يمك، هي اصبر حتى يعطيك ربي، وعلى مرتك هي اللي حتعطيك، وعلى أنثى وذكر بيد المرأة، يا وهي أصلا علميا بيد الرجل، الرجل هو المسؤول عن جنس الجنين. لازم تعطي طريحة روحك، تهدد روحك، تخوف روحك، فهمت؟ ماشي مرتك مسكينة، يعني ما رحمتهاش حامل، ما رحمتهاش تولد، ما رحمتهاش نفساء، وكي تهددها وتخوفها واش راح يصير؟ الجنين يتبدل؟ هاو ربي خلقه ذكر، لما تخوفها وتهددها بالطلاق يعاود يتبدل يولي انت. ما اجهلك، ما اجهلك. المهم لأول مرة سمعنا راجل يهدد مرته بالطلاق ويتوعدها إذا جابت ولد، لأنه عاهد أمه أن يسمي بنتا عليها، وأنا اليوم حامل في شهر الثاني، أسألك سيدي أن تدعو لي ليرزقني الله تعالى بنتا. إن شاء الله ربي يجعلها بنتا، ولكن هذا الرجل لازم يكون عاقل. راك في الجاهلية ما سمعتش كاع، ما سمعتش بلي جاء الإسلام وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحال جاهلية، ونزل القرآن يقول اسمع إلى القرآن وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، سمعت؟ يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت سمعت بالقرآن والسنة ولا ما زالك في الجاهلية تسقي على مرتك تهددها بالطلاق إذا ما جابش طفلة وهل بيدها وهي بيدها؟ يا والحمد لله أن الأمر ليس بأيدينا، المزية ربي ما خلاهاش للخلق، وإلا راجل يحب ولد يروح في كاش مرتو يدير ولد، ومن بعد مرتو هذيك العشية تردو طفلة، ومن بعد الراجل يفيق يجي غدوة من داك يرد ولد، ومن بعد يتردو طفلة، وين هذه؟ الحمد لله يا ربي لك الحمد، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إذا رجلك راهو يسمعنا اليوم، اليوم ماشي غدوة، اليوم تروح تطلب السماح، قولها سمحي لي، وتتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر، لأنك دخلت في واحد العلم يقدر يخرجك من الملة. الذي يحدد جنس الجنين هو الله جل جلاله، وأما في عالم الأسباب الرجل، في عالم الأسباب أنت مسؤول عن جنس الجنين، يعني يا ربي اجعل بيد الرجل جنس الجنين، ما هوش بيد المرأة. المرأة كما الله تغرس البصل يخرج البصل، واش راك حاب انت تغرس البصل وتخرج لك البطاطا؟ الله يهديك. في الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام، كانت واحد المرأة تجيب غير البنات، راجلها أزعف ملا ولا ما يجيش للخيمة تاعها، يجي يقعد في الخيمة اللي قدامها، هذه في الجاهلية، ملا دارت قصيدة وسمعتها له خيمة الخيمة عارفة بلي ويسمع، قالت: ما لأبي عاصم لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألان لدى البنينا، والله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن أرض نعطي ما غرس فينا. خلاص ملأ أبو عاصم كيسمع القصيدة، قالت له: يا روحني احنا كلار نعطي ما غرس فينا، والله ما ذاك بأيدينا. في الجاهلية،
اما لا خرج من الخيمه وضاو ولا المرته وتصالحوا والحمد لله. شفت كيفاه؟ يا ضربها ويزقي عليها وعلاه تجيبي لي غير الاولاد.